الثالث من لم يكن فيه المشركين او يشك منه ريما وقد حصل كبر. وهذه خطيره جدا يقع فيها كثير من المنتسبين للعلم، من لم يكفر المشركين يقول انا ما علي، انا الحمد لله ما عندي شرك ولا ما عندي شرك ولا اشركت بالله، لكن الناس ما علي منهم انا مكفرهم. يقول اذا ما عرفت الدين، ما عرفت ما هو التوحيد وما هو الشرك، يجب ان تكفر من كفره الله ومن اشرك بالله عز وجل، تتبرأ منه كما تبرأ ابراهيم من ابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين. او ما او صحح مذهبهم، هذه اشد، اذا صحح مذهبهم هذه اشد، لأن يقول هل يعملونه لا ما هو شرك، ألا إنما هو اتخاذ وسائل، أو يقول هؤلاء جهال وقعوا في هذا الأمر عن جهل ويدافع عنهم، هذا أشد كفرا منهم، لأنه صحح مذهبهم، صحح الكفر، صحح الشرك. أو ما صحح لكن شك، قال والله ما أدري، أنا ما أدري. كيف ما تدري؟ ما تقرأ القرآن ولا تقرأ الأحاديث ولا قرأت كلام أهل العلم، شلون ما تدري؟ إذا أنت ما اهتميت بالعقيدة، كونك ما تدري هذا أشد، أنت مسلم تابع للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول مش جاء به، هو أول ما جاء بتكفير المشركين وقتالهم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوجد من العلماء من يجهل التوحيد؟ كثير يا أخي، كثير من العلماء يجهلون التوحيد، متبحرين في اللغة وفي الفقه وفي، وقد يكون متبحرون في الحديث أيضا، ولكن العقيدة ما درسوها إلا على مذهب الأشاعرة أو على مذهب من لا ينكرون عبادة القبور. نعم.